يعني كلامك هذا كله كأنه للسجناء تقول اسألوا الله بدال ما والله تتعلق في العظيم، والله العظيم، والله ماشي يقول لك تو، يقول في ناس يجون بس ما شفنا منهم شيء، والله ليش يجي ويطلع فلان من دون فلان؟ لأن اللي فوق العرش كتب إنه فلان يطلع وفلان ما يطلع، خلي الناس ينفعونك. وأنا أعلم من كلام جميل سمعناه تو قال بعد الله، فأقول لكل سجين خذ هذا الدعاء، وكلنا مساكين. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لو عليك جبال الدنيا كلها من الدين لفرج الله عنك، قال تعال يا شيخ اسجد الآن واسمعني حبيبي الغالي، اسجد لله عز وجل وقول، شوف الدعاء اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل اللهم يا مالك الملك، قلها من هنا، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هذه ما يحتاج تشرحها، شفناها يا شيخ. واحد سجين الحين طلع ملك، محمد مرسي، واحد ملك ورئيس طلع سجين، المالك الملك هو الله. قال تؤتي الملك من تشاء، طلع فلان اللي توه له 10 شهور وهذا له 5 سنوات، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك وحده بس واحد وحده لا إله إلا هو على كل شيء قدير، رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، تؤتيهما من تشاء وتنزعهما من تشاء، اغنني برحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. قل هذا الدعاء، والله لو عليك الدنيا كلها، لكن قلها من قلب، والله لا يفرجن الله عنك. مشكلتنا ان نحسب ان فلان هو اللي بيفرج عني، فلان هذا مسكين ما هو الا اداه.